الخير، معكم دكتور أولمجي أنس من مراكش، واليوم غادي نتكلموا على الكمامات. بلا شك هتكونوا سمعتوا بزاف عن هذا الموضوع مؤخرا وما بقيتوش عرفتوا واش لبس الكمامه او لا ما لبسهاش، طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها لك. نحاولوا نفهموا جميع هذا فيروس جديد وبالتالي مازال كنتعلموا ليه ومازال العلماء كيخرجوا ابحاث كل يوم. اليوم فهمنا بانه هذا الفيروس كينتقل عبر جوج ديال الطرق. اولا دروبليت اللي هما واحد الكتلات ولا واحد القطيرات شويه كبار في الحجم كيفوتوا 5 ميكرون، وكذلك بإير دروبس أو الأيروسول اللي هما قطيرات أصغر من 5 ميكرون، بجوجهم صغار وبجوجهم ما كيبانوش. ولكن إذا بغينا نبقاو شيماتيك نقدروا نقولوا بأن دروبليت كيشبهوا لهذوك اللي كيخرجوا من المعطر ديال الجو ديال الدار، وبأنه القطيرات اللي هما أصغر كيشبهوا لهذوك اللي كيخرجوا من الديودورانت. نتكلموا دابا على واحد ثلاثة ديال الأنواع ديال لي ماسك. أولا FFP2، هذا ماسك اللي الهدف ديالو هو يشكل فيلتر، لان فيه واحد لا شارج الكتروستاتيك من الفوق وكتخلي الهواء كيتفلتر قبل ما يدخل، وكتقضي على 95% من دوك القطيرات قبل ما يستنشقهم الشخص اللي كيستعمل الماسك. الكمامه الجراحيه او الطبيه كتستعمل كبارير، حاجز براج للفيروس باش يحصل وما يدوش ويبقى فوقها، كتمنع دوك القطيرات اللي تكلمنا عليهم بنسبه 80%. الماسك اللي كنصنعوه في الدار يا اما باشار يا اما بفولار او باي توب، وبطبيعه الحال النوعيه ديال التوب كتاثر على النسبه ديال الفيروس اللي غادي يحبس، ولكن بصفه عامه كنقولوا بانها كتحبس 60%. اشمن واحد في هذا لي ماسك اللي صلحني على حسب المكان فين حنا كاينين. اذا كنا باغيين نحاربوا دوك القطيرات اللي هي صغار بزاف، هذوك كيكونوا فقط في المستشفيات وفي بعض الاماكن في المستشفيات، لانه ما غادي يبانوا الا اذا كانت واحد ليبر بريسيون، يعني المريض تحت اكسجين او لا كندير ليه اون انتوباسيون، وبالتالي انا الوجه ديالي قريب منه بزاف، ديك الساعه ضروري من الماسك FFP2 باش نحمي ونوقي راسي من العدوى. اما اذا كنت في الزنقه او لا غادي نقضي شي غرض بسرعه، فاللي نخاف منه بزاف هما هذوك دروبليت، لانهم هما اللي غادي يكونوا سبب العدوى ديال الاغلبيه الساحقه ديال الناس. كيفاش نوقي راسي منهم؟ جوج الحوايج. اولا نتفكر بانهم كيبقاو في جميع المساحات، الخشب، الحديد، الزاج، الثوب الى اخره، وبالتالي نقدر نهزهم بيديا ونوصل يديا لجهه وجهي ويدخل الفيروس اما عن طريق الفم اما عن طريق الانف اما عن طريق العينين. وبالتالي هادشي علاش كنفكروكم كل شويه غسلوا يديكم بالماء والصابون على الاقل 30 ثانيه باش تحيدوه من يديكم. ثاني حاجه، الى لبست الكمامه نعرف نلبسها باش ما تشكلش عليا خطر وما يكونش عندي واحد لو فو سونتيمون، احساس خاطئ بالامان اللي هو بنفس ذاته يقدر يكون خطر عليك. الكمامه بغينا هاد الجهه الاماميه ديالها هي اللي تجمع الفيروس وما تخليهش يدخل لداخل. اذا منين غادي نلبسها غادي نديرها مرضنيه وغادي نهبطها لتحت ونشدها لفوق، علاش؟ باش هاد الاماكن يوليو حتى هما معزولين. الناس اللي كيديروا بحركه باش يتنفسوا شويه او الاكثر كيخليو الكمامه هنايا خطر كبير، راه الفيروس كيكون هنا ونقدر نستنشقوا كله. للاسف بانوا ايضا الناس اللي كيديروا بحال هكا باش ياكلوا او لا باش يدخنوا. نبقاو عاقلين بان هذه الجهه كلها مسخه وعمرها الفيروس، وبالتالي ما عمرنا ما نقيسوها حتى ملي نبغيو نحيدوا الكمامه، نحيدوها من اللور ونلوحوها مباشره، وجوست ابخي نغسلوا يدينا بالماء والصابون. وما تنساوش دابا راه كنقولوا للجميع يلبس الكمامه، لانه وصلنا لواحد الفتره كنعتبروا فيها ان الجميع مريض وبالتالي الجميع يقدر يعادي. دونك نلبس الكمامه ديالي باش نوقي راسي، ولكن ايضا باش نوقي الاخر ونوقي المجتمع، لانه الا لبسنا الكمامه كلنا كيف وقع في الدول الاسيويه حتى الاشخاص اللي هما مرض ما غاديش يعاديو الاخرين، وبالتالي العدد ديال المرضى غادي يقل والمده ديال الحجر الصحي غادي تقل وغادي نقدروا نرجعوا بسرعه اكثر للحياه العاديه اليوميه ديالنا. هاد النصائح كل اللي تقالت من غسل اليدين الى وضع الكمامه مهمه، ولكن اهم حاجه في هذا كله هو نحترموا الحجر الصحي ونبقاو في ديورنا باش ما نتعداوش ونعادوا الناس.